نستقبلوا اللحظة المصممة ديالنا هدى العالمي. صباح الخير. صباح الخير هدى. صباح الخير جميلة. كيف دايرة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، عيدكم مبارك سعيد. الله يبارك فيك. كيف دوزتي العيد؟ الحمد لله، واخا هو فيه شوية تمارة بالنسبة للمرأة. نعم، انت عندك تمارة على جوج جهات، تمارة ديال الصاي اللي كانوا الناس خاصهم ياخذوهم وتمارة العيد. حيت ابخي العيد ثاني عيد كيبداو العراضات، يعني ولا بدا المرأة المغربية خاصها تلبس شي حاجة كندورة شي قفيطين. دونك حنا وجدنا اليوم هذاك السيو ابخي دابا تمارات كمرأة مغربية الكوزينة. الكوزينة ولكن التمارة ديال التقليدية هذيك التمارة اللي كتبغي ربما كتبغي الخاطر وكتبغي ذاك الذوق اللي يكون حاضر. اليوم معك هدى عالمي مصممة مغربية في الزي التقليدي، غنشوفوا معك بعد العقاد. كنشوفوا ان كاين مجموعه من العقاد، وحنا كناس عاديين ملي كنمشيو عند الخياط او للمصمم الازياء ما كنكونوش عارفين اشنو اجددها، اشنو اللي دارج على الموضه، اللوينات اللي يكونوا فيها، كذلك حتى الخدمه واش متقونه او لا. ولكن اليوم رفقتك وكذلك رفقت كل الاسئله ديال المستمعين والمستمعات على الارقام 0522 36 10 36 او 36 05 36. كنلقاو اسئلتكم المصممه هدى عالمي. اذا نبداو معك، واول سؤال كيتبادر على الاذهان هو شنو الجديد في العقد؟ هو هدى في الحقيقه هاد السنه هو اللي حاولنا نشوفوا شنو الجديد. رجعنا للموضه القديمه تاع الثمانينات والسبعينات، هما دوك العقيدات اللي كانوا تاع زمان صغيورين ومتولين حلوين حلوين، ما بقيناش لاحظتوا ما بقيناش كنشوفوا عقاد كبار. دونك ولكن هما في حد ذاتهم هذوك العقاد فيهم اشكاليه كبيره، لان اغلبيه المصممين ولا الزبونات وداك الشيء ما كيعرفوش شنو هي جوده العقده. كاين اللي كتلقاها كتخيط جلابه كديها للديكغيساج كيرجعوا لها العقاد صفرين ملونين، ولا كيتخلط فيهم شي لون، ولا كيطفاو يعني، ولا كيتبسطوا. وي هذاك هو التيرمون ديال الناس ديال الخياطه اللي كيخيطوا ماشي اي واحد. نعم هذوك هنا خاصة نعرفوا شنو هي الجودة ديال هذيك العقدة. يعني بغي حنا فاش كنكونوا نصموا في هذيك الجلابة ما فيها باس، كإنسانة أنت عادية غتقولي الله يخليك بغيت الجودة كذا 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 كذا. دونك هنا غنحلوا الباب باش نعطيو لي تكنيك ديال العقدة. مرحبا. فوالا، أصل العقدة كتصيف نواحي صفرو، يعني صفرو والنواحي ديال هذه معروفة من زمان ومن قديم أن العقد كتصيبو تماك. كان شحال هذا كانوا كيصيبوهم العيالات، كانوا كيشدوا طريف ديال الحرير وكيبقاو يجمعوا فيه كيديروا بحال كويرات وكيبقاو يخدموا على ديك العقدة، يخدموا على حتى كتلقيها قاصحة كالحجر. مي كتطلب وقت كبير. دابا بحكم ان السيدات ولاو كيبغيو في اقل مده يخرجوا واحد لا كونتيتي كثيره ديال العقد، ولاو خرجوا طرق جداد منهم، ولا كي كيعمر بالقاعات، كي كيعمر بالتيو، كل واحد هادشي اللي كيخليهم يتبزطوا. كيف قلتي اكيد هادو هو الاشكاليه. كاين هذيك العقيدات فاش كيدير داك القاعد هنا المشكل. اول حاجه هو خاص فاش الناس يخدموا القاعد خاصهم يخدموا قاعد ابيض. اش كتلقاي الناس ما فيش يمشي يشري الفلوس قاعد ابيض، كياخذ جورنان ولا الكتب تاع المدرسه اللي فيهم ستيلو كيبدا يكور فيهم وكيحط. فاش العقده كيكون لونها باج ولا ابيض اون فوا كتصب اللون المداد كيطلق في العقده، حتى الجورنال غادي يطلق كيطلق الكحوليه. دونك هنا خاصنا ديما نقلبوا هذيك العقده باش معمره، ولا هذاك المصمم يحاول غير يدير واحد المجهود قليل ويحاول يعطي لهذيك السيده اللي كتخدم لي العقد نصيحه الله يخليك ما تخدميش لي على هذه ولا على هذه ولا على هذه. نعم بار. دونك هذا الباب الاول اللي قلنا عليه هو القاعد الجورنال. من بعد ولينا كنديروا بعض المرات التيو، التيو التيو تاع الضو وداك الشيء كتقطع طريفات صغار وكنخدموا عليه العقد. دابا الحمد لله ولو ابتكارات كثار كنا كنشريو العقيق يعني بجوهرات صغيورين وكنخدموا عليهم هذيك العقده. ابدا جميله ما كتهرش هذيك العقده، ما كتبقى واقفه كتبقى واقفه لان الحجره كتكون قاصحه ما بقاش كتخسر لينا. مي العقده كتختلف. غنحاولوا النصيحه اللي غنحاولوا نعطيو للسيده المغربيه ان فاش كتبغي تمشي تصمم جلابه ماشي اي عقده كتجي مع اي جلابه. نعم فوالا، كل تصميم عنده العقد اللي كيتواتاو معاه. ممكن حتى بالنسبه يعني العقاد كاين عقاد اللي خاصه بجلالب وخاصه بالتكاشف. اكيد اكيد. دابا كتلقي بعض المرات كتلقي سيده مخيطه جلابه بالطراسن وجات العقاد دارتهم كرموصه. المهم غتسمعوا شي ديتاغ شويه فيزا، المهم هما اللي دارين عندنا الصحه. نعم كاين كدار عقاد بحال دابا نعطيكم انواع العقاد. انواع العقاد كاينه صمه رقيقه هي اللي هضرت عليها دابا كتكون رقيقه وكتصيف صفرو. كاين عقده صمه عاديه، كاين عقده عاديه اللي كيديروها، كاين الجاكار. الجاكار هو نوع كيصيب من الطراسن، كيشدوا الطراسن حتى كيبرموهم وكيخدموا بهم العقده. كتجي كديك العقده بحال فيها السبوله بحال مضفوره. هذاك الجاكار كاين اللي بلا بغينا ندخلوا فيه مجد الالوان ممكن، بغينا نديروا له بلون واحد ممكن. شحال الالوان تقريبا يقدروا يدخلوا؟ ثلاثه جوج اربعه، المهم على حساب الجلابه.
مازال غنشوفوا معاك العقده ديال الفصايل كيفاش كتكون وكل فصاله اشنو كيجي معاها من العقدات وبالسميات اللي غتدرجيهم لنا كذلك المصممه المغربيه هدى عالمي. مرحبا دائما باسئلتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 اولا 36 05 36. من جديد مرحبا بكل مستمعي ومستمعات مشكورين على التواصل على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 اولا 36 05 36. مجموعه من الاسئله اللي جاونا خلال هذا المقطع الغنائي. مشكورين على الوفاء ومازال كنتظروا مكالماتكم على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 اولا 36 05 36. ومازال حاضره معنا مصممه الازياء المغربيه هدى عالمي ومازال كنتكلموا على نوعيه العقد اللي متواجده الان. كنسمعوا تسميات كثيره وغريبه ولكن حنا كناس عاديين ربما ما كنعرفوش شكون اللي كيليق لهاد اللبسه، شكون اللي كيليق لهاد الفصاله، لهاد النوعيه، الجوده فين كاينه. شفنا معك مجموعه من الطرق كيفاش يمكننا بعدا نعرفوا الجوده ديال العقده كيف هي. مجموعه من الاسئله تلقيناها هدى ياك ولا لا اللي بزاف الناس اللي سالونا قالنا كيفاش يمكننا بعدا نميزوا واش حتى كناخذوا العقده عاده باش نبداو نحلوا ونشوفوا كيفاش دايره اولا ثقه كتبقى بين الزبون وبين المصمم. هي في الحقيقه جميله كتبقى مساله ثقه ولكن كنحاولوا ان السيده فاش تمشي عند المصمم ما فيها باس تكون عندها واحد الدرايه. نعم. يعني كيف ما دابا نجاوبوا على السؤال تاع السيده فاش قبل ما تمشي عند المصمم حاولي تكون عندك واحد الثقافه في العقد وغتمشي انت اصلا عارفه. يقدر هو نيت براسو عنده واحد الغفله ما عارفش العقده اللي غتواتا ولا ما عارفش النوعيه ولا ما عارفش واش الداخل ديالها من العقد، لانه هو اصلا يقدر يكون ما واقفش عليك العقده كيعطيها للصانع كيمشي يجيبها كيخيطها وصافي. دونك اللي هضرنا عليه نحاولوا ندوزوا انواع العقد. انواع العقد بدينا قلنا بصمه رقيقه اللي هي تاع زمان ديك اللي معروفه صغيوره ماشي الناموسه. الناس باش ما يخلطوش كاينه الناموسه هي صغيوره بزاف وكاينه من وراها صمه رقيقه. صمه معنيه كلمه صمه صمه هي قاصحه. فاش كنقولوا عقده صمه رقيقه هي قاصحه شويه حتى ملي غنقيسوها ربما بحال الحمصه قاصحه قاصحه ما كتبقيش تبزط لك ما بين ايديك. دونك هنا هذه سالينا كاين اللي قلنا من وراها كاين عاديه عقده عاديه كاين صمه مويان كتكون كبر من هذيك. كاين كرموسه. كرموسه فيها جوج الانواع. كرموسه هي كتكون عقده كبيره. نعم. لاحظتوا كانت في واحد الوقت رجعنا كنديرهم في الباسيك عقد كبار. كاينه كرموسه ريجيم سبحان الله سموها السميه ريجيم لان زعما بحال عامله الريجيم. هي كبيره ما كبيره ما صغيره هي جات ما بين كرموسه كبيره وما بين هذيك الصمه وهذيك المويان. دونك كنسميوها حنا ريجيم وميم طون كنحاولوا انها تكون صمه كتكون قاصحه ومخدومه بواحد التقنيه. دونك كاين دابا اللي خرجوا كاينه ديال الورده كاينه اللي بالطاسه كاينه العقده اللي كتكون محكه اللي شفتوا دابا كتكونوا دايرين كبار. تلقاو بعض النساء كيلبسوا جلابات دابا كتلقايا خدمات جلابه عاديه. هاد العقده المحكه ما عندهاش الخيط. ما كتشدش بهذاك القيطان ولا كندوروا لها العيون ولا حتى حاجه كنجيو كنحطوها كتجي اما صفوغ مدورده ولا كنقولوا محكه. لا العقلتين محكه الرجين تاع زمان كانوا يخدموهم بالكروشي وكيغلفوا بهم ديك الحجره. دونك هي بالضبط نفس القضيه هما صغيورين كيتذوقوا كيجيبوا واحد المنظر زوين كيداروا اما في الباسي ولا علاش كاين عقدات المبسطين كيدوروا تما بالقفاطان كيدوروا بهذا. هنا المهم هما النصيحه اللي غنحاول نعطيها السيده هي انك لاحظ جوده العقده قبل كل شيء. يعني ما يمكنش غتاخذ لاتوني كتقام بسبب تاع التوامن وتجي ديت العقد وتلقى العقد ماشي كاليتي مزيانه يا اما دازت ديكغيساج تبزطوا ليها يا اما طلقوا ليها الالوان يا اما ما عندها حتى شي علاقه. مع احترامي لكل المصممات كتلقاي واحد الاشكاليه كبيره جميله كتلقاي بان السفيفه مخدمه بلون والعقد بلون. تخيلي لان كيمشي كيتعطل هذيك السيده اللي كتخدم العقد هو نسي على اللون ديال هذيك السفيفه ولا ما كيلقاهمش ما دفعهمش حيت غادي تقاوموا عليه بثمن غالي. حيت فاش كتدفع العقده ماشي كتشريها طالعه. نعم يعني دائما العقده خص يكون منها اللون ديال السفيفه اكيد نفس اللون اللي كتروم منه هذيك السفيفه كناخذوا منه واحد جوقيات وكنحطوا من العقده. حيت العقده راه كيتراوح الثمن ديالها ما بين 3 دريال راه كتمشي حتى 30 ريال حتى درهم ونص يعني على حسب الجوده ديالها. هنا خص تكون السيده انها عارفه شنو الجوده اللي كتطلب. يعني حتى فاش تكون تمشي للمصمم تقول الله يخليك انا بغيت العقد يكونوا كيتواتوا ليا مع ديك الجلابه. حتى كيجوني ماشي هما هادو لان بعض المرات كنلقاهم
غادي تقاموا عليه غاليين. السيده عندها مزروبه عندها طار انا بغات جلابيتها في اقل من 3 ايام ولا 4 ايام كيمشي كياخذهم طالعين. اللهم ما يدير والو ولا ما يدير شي حاجه ماشي زوينه. دو بريفيرونس سيدي حنا نشدو نديرو دريس متصول ونسدو بهذيك الجلابه ولا نديروها بشي زويوقه ونسدوها. احسن انني نعطي السيده الجلابه ما عندها حتى شي علاقه بالعقد. وشنو اللي كيخلي لنا الجماليه اكثر العقد هما ديك الطريقه الخدمه ديالهم. هنا كندوزو للصانع الحرفيه ديالو. ميمكنش ان جلابه غادي يجيو نحطوا العقاد هكاك وما نعطيهمش الغراز بزاف. كتخلى بزاف الجلاب كتلقى الحلال خارج لك منهم. انا كتبسيهم مره جوج الحلال كيبدا يتشنتف والعقاده كتبدا تخسر. ماشي الاشكاليه من ديك السيده اللي خدماتهم، الاشكاليه من الصانع ما عرفش يعطيها الغراز. خاصو يعطيها الغراز مزيان. كان واحد الصانع الله يذكره بالخير كيقول لي عافا قولي ليه يضرب ضربه اليتيم. ضربت ليتيم انا عمري ما فهمت هاد لو تيغ مع المده عاد باش عرفتها. فهمتيها بعداك غتشرحيها لنا. اكيد اكيد زعما كنحيي من هاد المنبر. ضرب هو انه كيطلع ويخرج البره من نفس المكان. فهمتيني فاش كيطلع البره كيهبطها في نفس المكان وعاد باش كيبعد عاوتاني كيخرج في نفس المكان. كيقول لك باش العقده كتجي مقبوطه مزيره ما كتجيش محيه. ماشي دغيا طايشه، حنا كنقولوا طايشه دغيا يلاه تدور لك هكا مع هذا مشات خسرت لك العقده. نعم. دونك هنا كندوزو الغراس، من بعد خاصنا نديرو لهذاك العيون، القطن العيون كنشدوه كندوروه، خاصو يجي بالعيون واقفين وهكذا. دونك هادو كاملين سون دي تكنيك اللي حنا حاولنا نعطيهم في هاد الساعة، أن السيدة كيفاش تلبس الجلاب. فاش كنقولوا بأن العقد نحاولوا ان تفقين الجلالب كيكونوا فيهم مفتاحي في الجناب. نعم اللي رجعت الان موضه دارجه بشكل كبير. دارجه بشكل كبير. انا ماشي مشكل انك ديري العقاد وسط شويه كبابرين وفي الفتيحه ديال الجناب ديريهم صغار. نعم راه فهمتي يعني بالعكس كتجي جماليه اكثر. لاحظتي حتى في البخيت ابورتر الرومي راه كتلقى الصيف منوعين. ماشي ولا بدا خصني ندير هنا كبار وندير حتى في الجناب كبار. حتى كبار في الجناب كنظن ما غاديش يجيوش منظر جميل. دونك نحاولوا اننا نعطيهم في الجناب يديروا عقيدات صغيورين. قبل ما نتكلموا على الاماكن اللي ربما من الاحسن اننا نحطوا فيهم العقيدات، واش العقد كيتواتوا مع جميع انواع ديال الاقمشه؟ شوف هما العقد كيجيو مع انواع جميع انواع الاقمشه غير هما على انواع الخياطه اللي خاص ماشي كلشي الخياطات كدير لها. ما يمكنش انا غنخدم جلابه بطريستنا تاع شعره ونجي العقد ندير رموسه عقده كبيره ولا ندير محكه. لا فاش كنخدموا حاجه رقيقه غافيني كنحاولوا اننا حتى في العقده نديروها رقيقه متوله. فهمتين بغيت تكون صفيفه غليظه سلسول غليظه شويه ما فيها بس نديروا ديك عقده شويه كبيبره اللي كتواتى. وحتى في العقد يمكن انك تدخلي يمكن ما سالتينا قبيله هدى ممكن انك تدخلي الوان كثيره في العقده كتكوني اللي كتكون مزروله ونقدروا اننا نزوقها من الفوق كتكون عقده عاديه وكنجيو الفوق كنديروا لحنا الطاسه بحال الشامبو. نعم كتجي كترسمي بالحرير هكا كتجي زوينه ولا كتكون بالورده فهمتيني. دونك هادو كاملين كيجيو مزيونين. اذا مازال كنستقبلوا مكالمتكم المصممه الازياء هدى العالمي على ارقامنا 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36 ومعنا مكالمه من مراكش. معنا مريم صباح الخير. للاسف انقطع الخط. حد موفق مريم في المره القادمه. مازالين اكيد مرحبا دائما باسئلتكم حتى على الاس ام اس على 5566 ديال دراهم تي تي سي. مازال غنشوفوا معاك مجموعه من النصائح على العقد. وتوقفنا الان ان يعني العقد ما خاصش تكون الحجم ديالها خاصو يكون يناسب النوعيه ديال القماش. الا كان القماش رهيف فاكيد العقد ما خصهمش يكونوا كبار. حتى النوع الخياطه اللي تطرقنا ليه دابا ما يمكنش تكون الخياطه رقيقه ونديروا العقد كبار. نعم دونك سيني على الاماكن اللي وقفنا النقطة الأخيرة هي الأماكن ماشي كلشي الأماكن عندهم العقد. دابا لاحظنا مؤخرا ما بقيناش كنديروا العقد في الكمام. بصح وي أحتوا هنا لأن كانت السيدات فاش كدير العقد ما تلقاوش الكمام. لا فين الكمام؟ لا 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 كنسمعوا ثاني جبادر ولا شي حاجة واحدة أخرى ولا جيلي. فاش كتكون جلابة ما عندهاش العقد علاش؟ لأن ولات المرأة دابا كتبغي تخدم بديك الجلابه براتيك ما بقاتش باغا ديك الجلابه اللي عراض الكمامه عندها عراض وداك الشيء. فاش كيكونوا العقاد في الكم كيحاولوا ان شويه كيبداو يقبطوا لي كيبداو يتشنتفوا لي. الا بغيتي غير تحطي يديك كيجيك بحال اللي حطاها شي حاجه ثقيله ثقيله لان ما يمكنش ديري العقاد ماشي براتيك. كتحاولي تدوري حتى ديك الفتحات الكم تهي بالصفيفه يعني كتولي الكم ثقيل عليك ما كيبقاش ديك براتيك. هنا لاحظنا بان ما بقيناش كنستعملوا العقاد في الكم. دونك هادو من الحوايج اللي دابا ما بقاوش كيداروا. وشنو الاماكن الاخرى اللي فعلا ولينا كنتفاداو فيها العقاد؟ وليت كنشوف ان الناس العقاد كان في القب يعني حسب
بزاف الاماكن هما دابا الموضه اللي درجات رجعنا كما قلت لك لي زاني 80 القديم القديم كانت جلابه ما عندهاش العقاد عقيده استغصوا في الكم ما كانش في القب هادشي كامل غير ابتكارات جداد اللي كيحاولوا الناس انهم يجدوا جلابه ولا القفطان ولكن راه دائما قال لك نرجعوا للاصل فضيله نعم كيقول لك الجديد لو جده والبالي اللي تفرط فيه الجلابه هي تاع زمان دونك حتى في الفصاله دابا لاحظنا ان غتلقى جلابه رجعوا تاع الاخرات رجعوا جلابه اللي مقزبين كيكونوا هما رجعنا لكم مقشره في الجناب تحي في الجناب هذيك دابا رجعت الناس المهم نحاولوا نشرحوا غير واحد المعلومه اغلبيه النساء كيسموا ايفازي هي جلابه مضيقه لا ايفازي ما عندهاش علاقه بجلابه تكون مضيقه فهمتيني ايفازي شكل وجلابه مضيقه شكل واضح مصممه الازياء هدى العلمي مازال معنا حتى ل 12 ديال النهار ومازالين غادي نجاوبوا على اسئلتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 او لا على الاس ام اس على 5566 درهم تتسيخ لكم معنا في شاده الاسره. من جديد مرحبا بكل مستمعي شاده فين ما كنتم مرحبا بكم في شاده الاسره دائما ومازال حاضره معنا مصممه الازياء المغربيه هدى عالمي ومازالين غنتلقاو مكالماتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 36 05 36 ومعنا اتصال من دار بيضاء هذه المره معنا نعيمه صباح الخير نعيمه نعيمه صباح الخير نعيمه صباح الخير نعيمه صباح النور لاباس عليكم لاباس الحمد لله مرحبا بك نعيمه يبارك فيك شكرا تفضلي عافاك بس نهضر مع المصممه يا تفضلي مرحبا مرحبا نعيمه الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك وي لالا عافاك بغيت عندي واحد التوب في الغوز نديرو قفطان اش من خياطه ندير ليه عندك الغوز ها شنو قلتي ليا بغيت ديرو قفطان بغيتي ديري قفطان داك غندخلو فيه شنو من تطريز ولا بغيتي غير قفطان عادي تاع تولي جوغ بغيتو يكون عادي حسن واش من نوع التوب اللي عندك نعيمه مليفه مليفه لان اغلبيه نوع المليفه هما اللي كدير القفطان عادي واضح سؤالك نعيمه شكرا لك على التواصل معنا معنا غادي نجاوبوا على السؤال ديالك نجاوبوا الان على نعيمه اكيد اكيد بالنسبه للالوان الغوز هو لاحظنا ان الغوز كيجي بزاف مع تيركواز يعني ممكن ان تدخل في السفيفه جوج الالوان ولا دير جوج الالوان تاع الضفار تقدر دير الغوز ودير معاه جنبو تيركواز ولا دير الفيولي الغوز مع الفيولي مدادي كيجي ربما السؤال اللي كنا خصنا نسولو نعيمه هو الغوز حيت فيه درجات واش باستيل ولا النساء فاش كيهضروا على الغوز فوشيا فهمتيني دونك حنا غنحاولوا مهم نعطيو غوز عادي وغوز فوشيا باش نجاوبوا على كاع الاسئله دول خواطر كلشي الناس دونك قلنا كان كيجي مع تيركواز ولا الفيولي مدادي كيجي مع لو بيج لو جون لو فيغ اخضر فخي يعني اخضر ربيعي تاع الربيع باين باين كيكون باين لورونج تا هو كيجي والغوج هادو الالوان اللي كيتخلطوا مع الفوشيا كيجيو رائعين الغوج ولورونج والغوز هاد الالوان هما اللي كتجي مع الغوز فوشيا بالنسبه للغوز العادي اللي كيكون بال كيجي معاه واحد لو غري غوز هذا كيجي بشكل كبير لو بلون تا هو كيجي معاه تا لو فيولي ولو جون غير هذا قلنا الفيغ فيغ طالع هذا غادي يجي فيغ هابط بحال غادي شويه البيستاش بارد نعم دونك هاد الالوان كيتواتوا بزاف مع الغوز لاحظنا نعم واضح جوابك كان هذا جواب ديال نعيمه من الدار البيضاء وحتى نتوما الى عندكم اسئله لمصممه الازياء هدى العالمي اتصلوا بنا على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 او لا بعثوا لنا بالاسئله ديالكم على الاس ام اس على 5566 ديال الدرهم تي تي سي من بين الاسئله اللي توصلنا بها دائما على الاس ام اس سؤال كيقول من عند اسماء كتقول سلام بغات تسول المصممة عندها بغات تخيط فراشة ديال الحضور وما عرفتش اين الثوب تاخد وشحال من مترو وبغات ديال الفراشات اللي ولاو دابا بغات لي موديل ديال الفراشات اللي ولاو دابا نعم مازال نرجعوا للسؤال ديال اسماء لكن ناخذوا فاطمة الزهراء السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا تفضلي بغيت نشكر المصممين بزاف وبغيت نهضر معاها مرحبا لالا مرحبا انا في الاستماع الله يبارك فيك انا في عمري 16 عام وعندي توب ديال الجلابه في الكحل اسود وبغيت نعرف شنو الخياطه اللي ندير له اكيد اكيد دونك بغيتي جلابه عاديه ولا الحضور
لا بغيت جلابه عاديه. جلابه عاديه نعم اكيد. مشكوره فاطمه الزهراء من مدينه فاس ومشكورين كل المستمعين والمستمعات اللي مازال غيتواصلوا معنا ويطرحوا الاسئله ديالهم على مصممات الازياء المغربيه هدى عالمي على الرقم 0522 36 10 36 او على 36 05 36. مرحبا بكم دائما وكذلك حتى على الاس ام اس 55 66 6 دراهم تي تي سي. نرجعوا للسؤال ديال اسماء. السؤال ديال اسماء ملاك اللي بغات تعرف القنادر شنو يعني فراشات شنو الجديد فيها وشنو انواع القماش اللي يمكن لها تستعمل وحتى الطول ديال القماش. اكيد اكيد هدى. دونك بالنسبه للطول القماش هو هذه اول نقطه مهمه، يعني السيده قبل ما تاخذ قندوره خصها تاخذ القماش على حسب البدخ اللي بغات، واش بغات قندوره طويله توصل الارض ولا بغاتها غير مقصبه بحال الجلابه. دونك الا كانت بغاتها مقصبه بحال الجلابه هنا كنحاولوا اننا ناخذ الطول ديال الجلابه فوا 2 كتضربي فوا 2 بحال الجلابه الا كانت فيها متر 40 القندوره كيكون فيها الدوبل يعني 2 متر 40 2 متر 80 3 متر وقاعد تاخذها هذا بشكل كبير. دونك هذه بالنسبه للطول. بالنسبه للقماش نوع القماش هما كل الاثواب اللي كتكون فلويد يعني كتكون يعني ماشي شفافه مطيحه فوالا يقدر ماشي حيت اغلبيه كتقول لك لا راه شفافه ماشي كلشي الاثواب شفافه، يمكن ناخذ الحرير ماشي شفاف ولكن طيح. والانواع ديال الخياطات اللي ولاو دابا؟ شوف انواع الخياطات كتبقى على حسب لا مورفولوجي دو لا فام. كاين السيده اللي كيجيها بالحزام قندوره زوينه، كاين اللي كتجي على سيغان يعني الصاله اللي كتشوفوا اللي ما كانش عندها الحوض كبير كتجيها زوينه. كاين القنادرات كاين الفراشه عاديه خليجيه اللي كتكون بالجناب، وكاين اللي احنا دابا اللي خدمنا عليه بزاف هو الفراشه اللي كدير بحال سفرون فرناجه من الفوق عريضه ومن التحت ضيقه. شكرا لك، كان هذا الجواب على اسماء من ملك اللي كنتمنى انها تكون معنا في الاستماع. من الان ناخذ اتصال اخر من وجده معنا فاطمه الزهراء. صباح الخير. صباح الخير وعليكم السلام. لاباس عليك مرحبا بك. الحمد لله بارك الله فيك، انا سعيده بزاف ملي كنتصل بكم، اول مره كنتصل في الراديو. مرحبا بك وما تكونش اخر مره ان شاء الله. تفضلي. ان شاء الله بارك الله فيك. عافاك بغيت نسول المصممه. مرحبا مرحبا. انا ان شاء الله غادي نتزوج وبغيت نعرف عندي واحد البروكار. ايه. وبغيت نعرف من عقيق غادي نقد نستعمل وشنو غادي ندير تحتو، اينا توب غادي ندير تحتو كي داير لا كولور وهادي. واخا تقدري غير تساعديني عطيني غير البروكار شمن اللون، واش بيج ولا بيج؟ بيج يعني بروكار بيج. بغيتي ان شاء الله دخلت العروسه ان شاء الله؟ بغيت نحني به ان شاء الله. بغيتي تحني به؟ داك على لا نعم. واضح سؤالك. الله يكمل عليك بالخير مسبقا. مبروك عليك فاطمه الزهراء من وجده. شكرا على التواصل، وحتى انتم يمكن لكم تواصلوا معنا دائما على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. نرجعوا هاد المره السؤال ديال فاطمه الزهراء من مدينه فاس اللي تكلمات على ان عندها توب في الكحل. بغات تعرف شنو الخياطه اللي يمكن لها دير وفي العمر ديالها باقي صغيره 16 سنة. حتى الخياطه على حسب العمر ديال كل واحد. على الشكل ديال السيده كيف هو ياك ولا لا؟ اكيد اكيد. دابا بالنسبه لبنت باقي صغيره لون اسود مايمكنش غنديروا لها جلابه عاوتاني عريضه ولا نعطيوها جلابه بالخراط ولا خاصها تكون براتيك ليها وميم طون تكون تاع كل تاع كلشي الايام وكتناسب مع لاج ديالها. مع لاج ديالها. دونك بالنسبه لفاطمه الزهراء من مدينه فاس اننا غنحاولوا نديروا جلابه اللي ندخلوا فيها دي كولور كي يعني الوان ناصحه فاقعه فوالا صارخه. دونك الوان منهم بيستاج فليو، ندخلوا لها تركواز فليو، الكوغاي فليو، هادو الوان كلهم كيجيو رائعين مع الاسود باش كتعطي هذاك ليسبري جون. نتحاول انه ممكن ان واخا بغات جلابه عاديه نقدروا نديروا فيها واحد الطريزات اللي كيكونوا صغيورين ماشي كبار ويكونوا فيهم هذوك الالوان كتجي حلوه دونك ما كتجيكش كبيره. وبالنسبه للفصاله ديالها ما تكونش طويله، هذه نقطه مهمه باش ما تعنكشهاش ما تحسش براسها بانها ماشي اليز فهمتيني. والكمام ما يكونش طوال، تحاول دير الكمام عند المرفق على حد على حد المرفق. والطول ما تكونش عريضه وتجيها الفصاله تكون واقفه على حتى في الكتاف فاش بغيت تفصلها، تقول المصممه ديالها تكون الكتاف يكونوا واقفين. هذه هما النصائح اللي نحاول نعطيها. نعم مشكوره مشكوره هدى عالمي مصممه الازياء المغربيه. كنتلقاو مكالماتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. مرحبا غزلان من اكادير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، تفضلي. لا بخير لاباس عليك. ربي يحفظك تفضلي. مبروك عواشركم كل شيء. علينا وعليك. الله يبارك فيك. الحمد لله. كي دايره استاذة؟ مرحبا بك. مرحبا. نعم. صباحك كلشي مزيان. مرحبا بك غزلان. الله يبارك فيك. انا نسولك على واحد، انا في عمري 19 عام وباغيه نطلب واحد اللعبه. بسم الله.
وبغيت نشوف انا ما كنلبسش الجلابه وبغيت نشوف اللون اللي غادي يجي معايا. نعم. شويه اللون ديالك سمر وقولي عافاك التوب ديال الجلابه اللي بغيتي من التوب بعدا عندك موسم البرد ولا باقي ما خديتيش التوب؟ لا باقي بغيت كلشي تقولي لي شنو غناخذ وشنو شنو تقول لك شنو اللي داج دابا وشنو اللي يجي معاك والخياطه كذلك ياك؟ مشكوره غزلان من مدينه اكادير على التواصل. مرحبا دائما بمكالماتكم واسئلتكم. مصممه الازياء المغربيه هدى عالمي على 0522-36-10-36 ولا 36-05-36 وعلى اس ام اس على 55-66 6 دراهم تي تي سي. اذا نمشيو للسؤال. نرجعوا للسؤال ديال فاطمه الزهراء من وجده اللي غادي كتوجه العرس ديالها وعندها بروكار امين ان شاء الله عندها توب بروكار وبغات تعرف شنو التوب اللي يمكن ليها تستعمل تحت منه علما ان التوب عندها وبغات تستعملوا الحنة. هذه مسألة مهمة. والحنة هي دخلت عروسة يعني نفس الحاجة تدخل بها وغتبقى تحني بها هادشي دابا اللي ولات كنوجدوا ولو كيجمعوا كل شيء في العرس في خطرة واحدة يعني غتدخل بها وغتلبسها. بالنسبة للبروكارباج هو ان عندنا فيه حرية كبيرة يمكن اننا نستعمله في الوان دي طون باستيل ديالها يعني في البرونز وفي لو بيج والميال هاد الالوان كيجوز بيونين سيفا تكون كراميل ولا برونز وتكلمت على العقيق كذلك فوالا هادو هما كنحاول نعطيها سيفا تكون كراميل ولا برونز والعقيق يجي فيه الحجرات بهاد الالوان يعني كيمشيو لي طون برونز غادي كله ميال شامبان هاد الالوان كلهم كيتمغيو وكيعطيونا كتجي بحال هاد اللبسه. نعم. سينو انها تقدر تخدمها بالدوغي وتدخل فيها لو فيغ ايمرود مع لو روج خاصة إلا كانت هي حابة أنها دير الحنة باللون الأخضر. تقدر تكون ديك ليزاكسيسوار هذاك اللي غادي تجلس عليها ولا شي حاجة في الخضر. خضرين. ماشي بالضرورة كاع هودا. ممكن أنها دير في هذاك البروكار دير تحت منه قفطان أخضر أن فيغ إمرود. وتجي البروكار تدخل في لو فيغ إمرود مع لو روج. فهمتيني؟ جغزال. كتجي زوينة. علاش عطيت هاد الألوان؟ لأن هما اللي كيكونوا في ليزاكسيسوار تاع الذهب. باش يجي واحد التناسق ديال الألوان. ويمكن غير هي اللي غنحاول أن فاش كيكون البروكار ما تخافش تقول لا ما يمكنش ليا ما نزوقوش لا اكيد زوقيه بزوقت المعلم سيرتو اللي كان فيه الوان طون سيغ طون ما داخلينش فيه الالوان بزاف كيبان بحال البروشي نوع من اغلبيه النساء كيسميوه البروكار هو ستان بروشي دونك يمكن ديك زوقت المعلم في الصدر يمكن تهبطو في الجناب مؤخرا ولا كنستعملو ما بقيناش كنديرو السلته هابطه بجنب السفيفه ولينا كنبعدو بواحد 10 سنتيم على السفيفه علاش كنهبطو ديك السلته بحال كتهرس لينا الوسط ما كيبقاش الوسط خاوي كيجيك غير القدام دونك هذه كنصيحه نقدر نعطيها وما تنساش الظهر نعم لان القفطان خص يكون عنده منظر من الامام ومن الوراء وخاصه انها عروس عروسه يعني الظهر ما تنيكليجيش تحاول تخدم فيه توز وقت المعلم ولا دير فيه طريزات بليد دونك ماشي مشكل هاد الالوان كلها بالنسبه لنوع القماش اللي بغات ساتا يا اما ساتا يا اما الكريب كريب رقيق على رقيق كيكون المهم طايح بزاف ديرو تحت من البروكار حاجه رائعه واضح وكنتمنوا ليها عزيفه في سعيد وراه يكمل عليها كلشي بالخير فاطمه الزهراء من وجده وحتى نتوما ديروا بحال فاطمه الزهراء الا عندكم اسئله لمصممات الازياء المغربيه هدى العالمي فاتصلوا بنا على ارقامنا 0522-36-10-36 او 0522-36-05-36 وكذلك على الاس ام اس على 5566 دراهم تي تي سي خليكم معنا دائما على شدا اهلا وسهلا بكل مستمعي شدا فين ما كنتوا الجاليه المغربيه والعربية كذلك اللي كتسمعنا على www.shada.fm.net وبايما مازال معكم في شادة الأسرة ومازال معنا مصممة الأزياء المغربية هدى عالمي وكنتلقاو مكالماتكم على أرقامنا 0522-36-10-36 ولا 36-05-36 وناخذوا الآن مكالمة من الرباط معنا سلمى صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام سلمى اختي بغيت نسول مصممة على واحد التوب عندي ايه تفضلي مرحبا الجلابة مرحبا لالا مسؤولة تعطيني رأيها كيف غتخيط بغيتي جلابة عادية ولا تاع الحضور؟ لا بغيتها تكون كلاس الشكل بغيتو بحال يمكن ترفعي الصوت ديالك سلمى شوية باش نسمعوك؟ بغيتو يكون الشكل ديالو بحال رومي والحضور دايما نخلي بيه يمشي بيه إلا كنت هكا إذا كان شي عراضة خفيفة تمشي بيه ياك ولا سلمى؟ أكيد باقا ما خيطتيش الجلابة يعني عاد باغا تعرفي لا مازال عندي هما عندي جوج توب عندي واحد كحل وواحد كرونة عندك الليفة اللي حريرية وعندك الكرونة ولو البشرة ديالك؟
عاديه دونك الالوان بجوجهم يجيوك لا الاسود لا الكرونه دونك نحاول ندق صراحتنا بجوجهم بجوج الالوان اكيد. شكرا لك على التواصل سلمى من الرباط وبقاي معنا اكيد غنجاوبوا على السؤال ديالك لكن قبل كنظن كاين واحد السؤال مازال كيتسنى ديال غزلان ديال غزلان لمدينه اكادير البشره ديالها سمراء وتكلمات انها عندها 19 سنه باغا جلابه يعني خلات الاختيار هذا يعني اللون الخياطه شنو اللي دارج الان دونك بالنسبه للون اللي غادي يتواتى معايا سمراء البشره غنحاولوا اننا نحاولوا ناخذ دي كولور يكونوا فخواد يعني باردين نعم يكونوا مهدنين كما كنقولوا عكسي انا تماما يعني انا كنمشي للالوان كلشي الالوان لا هي ماشي اشكاليه ولكن بالنسبه حيت انك فوالا جميله دونك الدراري ما كاينش اشكاليه انا في الالوان نعم الواحد خاص يكون جريء اني ضروري هذه مره ضروري نعم بالنسبه للالوان انها ممكن ان تستعمل لون غري الفوشيا الفيولي الموف الفيغ سابان الفيغ سابان هو الخضر ديال السابان معروفه الغوز غري واحد لو غوز غري بيرلي بحال ديال لي بيرل هو ان غري وغوز مخلط كاين لو جون بال اصفر طافي الغوز بودري اللي ديما كنوصلوا للنساء هو البودر اللي كتشريو وكديروا لوجهكم الغوز غوز بارد يعني كيبان بحال البودر تماما اللي كنديروا اللي كيستعملوه اللي عندهم بشره بيضاء حيت كاين البودر السمراء كيكون فيه بحال نوع بحال واحد لو غوز نعم كاين لو بلو ازور المهم هذا واحد الازرق تا هو حاولوا الناس يقلبوا عليه كيجي رائع مع السيده السمراء هاد الالوان كلهم وكاين البلوغوا اكيد اكيد البلوغوا كيجي زوين احنا غير كنشوف ربما السيده اللي كتكون سمراء دائما كتمشي دوك الالوان بحال مثلا الفوشيا الغوز البلو سيال ما كتمشيش ما كتزعمش ربما على الالوان اللي اكثر جراه اللي تقدر تبرزها تقول لك لا ما نديرش الاصفر بالعكس انا الاصفر كيجي مع السيده السمراء كيجيها رائع غير خاصها يتخدم ربما بالوان اللي تدخل عليه الوان هذا فاش كنقولوا الاصفر ممكن انك تدخلي فيه دي كولور مزيونين بحال الخضر بحال لو موف بحال واحد لو غوز ان بلو هادو كلهم كيتواتاو مع اللون الازرق الاصفر يعني ديري فيه جليبه بحال هكا وتخدمي فيه هاد الالوان كيجيو زوينين ممكن بحال دابا السيده دابا اللي عطينا بحال دابا الالوان بان العمر ديالها 19 عام انا نصحها تاخذ اللون الاصفر كيجي صوصو فلاش ديالها غادي يجي اكثر جراه وغادي يجي زوين وخا الالوان ما عندهاش عمر يعني جميع السيدات جميع الاعمار غير هي لاحظنا ان اغلبيه السيدات كتوصل لي 40 كتبدا تخاف من الالوان اسود ما كتزعمش على الالوان اللي كتكون براقه كتخاف كتقول لك لا وانا لبست اللون اللي واتيني لا لا بالعكس كاين الالوان اللي كيعطيونا واحد الفرحه جو بونس دوزتو في احدى الحلقات ديالكم عندك تاع الالوان وعندو علاقه نفسيه نعم دونك هذه دلالات نفسيه ديال الالوان ديال الالوان كاين شي لون اللي كيدير لك واحد الفرحه في قلبك بلا ما كتحسي كي لون اللي كيعطيك واحد الغوز كيجيك وجهك بحال ماكيي انت ما دايرش الميك اب دونك خاصنا نحاولوا اننا نكونوا اكثر كيبانوا على البشره ديالك وعلى نفسيتك كذا اكيد اكيد اذا هي غزلان عطينا مجموعه ديال الاقتراحات مجموعه من الالوان تختار يعني اللون اللي هي غترتاح فيه بسيشيكمون يعني يعجبها اكثر ونحاول الخدمه في الصاله ديالها سيغ ميزور عليها ما تكونش عريضه وما تكونش اميم طون ضيقه بزاف كيف ما عطيت للسيده اللي قبل منها انها ما تكونش كمام واسعين ما تكونش طويله بزاف هادو كلهم نصائح باش تقدر تبراتيكي هذيك الجلابه واضح ندوزو الان السؤال ديال سلمى من الرباط اللي عندها توب جوج تواب كحل واحد كرونه وبغات تصاوب منه جلابه اللي في نفس الوقت حضاريه وفي نفس الوقت روميه دونك هنا ممكن انك تخدمي الزوق المعلم طون سور طون الا كانت بغاتها حضاريه وادميه حيت قالت واحد لو تيرم قالت لك بغيتها ادميه حنا عندنا المغربيات ادميه ما يكونش فيها الفغيون بزاف نعم دونك انها ممكن ما تكونش كتبان من بعيد من بعيد ممكن انك تخدميها بالزواق المعلم يعني تخدميها طون سور طون وتاخذي الحقيقه مهرس للون في اللون كيعطي غير ان بو ديكلا وتحطي تعمري به غير رشيشات رشيشات او ميم طون راها سواغي او ميم طون راها جلابه عاديه يعني اللي ممكن انك تخرجي بها في النهار يعني ما كاينش اشكاليه وهنا الاسود تخدمي اللون في اللون يعني اسود طون سور طون بغيتي شويه تزعمي نقدروا اننا نخدموا الاسود بالميال الوان كلها ميال شامبان ودير تخدم هذيك التصفيفه ديرها في ان بو دو دوغي ولا برونز تقلي وهنا كنخدم بلا ما تخلعي راه ولينا كنديروا جلي الباز بتقلي اغلبيه السيدات كتقول لك اه انا جلي باغا نديرها بتقلي حيت وانا الناس دابا كنلاحظوا كتلقاي السكان ولا في تاتو لي جو كتلقاهم ارجونتون دوغي وكل شيء دونك ديري لها هذيك التصفيفه تكون سقلي تكون برونز غير ما تكونش سقلي كيكون بزاف فلاش شويه كيكون مهدن وخدمي لها التنباسه ديالها غير في الميال خليك غير في الالوان ميال نواغ ميال ونواغ هذا مارياج دي كولور كيكون جميل جدا نرجعوا حتى الموضوع ديالنا بالنسبه للعقد
جلابه كتساوي العقد شنو؟ اكيد دابا بحال دابا السيده اللي نصحنا نصحها دير العقد اسود، يعني كلهم يكونوا اش من نوع كبار صغار رقيقه. انا كنحب ريجيم لا 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 سم رقيقه باش تجيها ادميه. نعم. باديس لان كندرو حنا بالضفيره رقيقه وكل شيء رقيق، وتقدر بحال هاد المغياج الالوان ممكن انها تدخل الصفحه اللي تابعه ليا وغتشوف هاد المغياج، غتشوف الجلابه مصوبه يعني غتبان لها النهائي، يعني الريزلت النهائي تشوف المغياج. بالنسبه للكرونه، الكرونه يمكن ان ندخلو مع الخضر ان فيغ ايمغوت. نعم. تخدمها باللون في اللون وتدخل مع هذاك لو فيغ، سينو تخدم ثاني طون سيغ طون. المهم هادو بجوج اقتراحات اللي ممكن زعما تحسب. حنا كنحاولوا دائما نعطيوهم بزاف ديال الاقتراحات، وكيبقى الاختيار الاخير ديال السيده اللي غادي تخيط الجلابه ديالها. مازال واحد جوج اسئله نحاولوا نجاوبوا عليها سريعا اللي توصلنا بها. السيده كتقول هذه ايت يوس ليلى، كتقول انا عندها توب ديال جين ازرق وبغات تعرف واش يمكن لها انها دير منه جلابه، هي طويله عندها فيها مترو و65 وغليظه، قالت لك واش الجين ديال يجيها في اللبسه إذا كان ممكن، واش شمن في صالة دير ليه؟ شوف هو الجين كيعطيك سبور، يعني ما يمكنش تفنن فيه أكثر. يعني قصيرة؟ تكون حاول أنها دير لها قصيرة، وبحال تجي جلابة بحال الجبلية كما كنقولوا حنا جبلية، غير هي ما غتكونش جبلية في صالتها، يعني قصيرة شوية. ما تخدمهاش بلون الجين، تحاول أنها تخدمها إما بالأحمر، دم الغزال، بوردو، وهذاك، ممكن أنها تخدمها بالأصفر، واحد الأصفر كيجي رائع تو مع الجين. ممكن تخدمها بلو غوز، هادو الوان كلهم اللي كتماريهم مع الجين كيجيو رائعين. وتلبسها كتجي سبور وكتجي شيك او ميم طون. نعم. كاين سؤال اخر؟ كاين سؤال اخير من ندى، ندى من فاس، كتقول عندي 29 سنه بشرتي بيضاء وبغيت نخيط جلابه للبرد، بغيت من مصممه تقول لي اين خياطه ندير ليها واين لون غيجي معايا. اكيد بالنسبه للبشره البيضاء هنا استعمل دي كولور اللي كيكونوا شويه مغلوقين، ما يمكنش نمشيو في لي كولور باستيل، سينو كتبان السيده بحال بال وجهها طافي، خاصه انها بغاتها البرد، بغاتها البرد الالوان. دونك بحال هي تقدر يجيها ان كوغاي اللي غادي لو روج بريك. كوغاي روج بريك، اغلبيه النساء كيقولوا لي كوغاي، انا بالنسبه لي كنسميه روج بريك. كاين عندنا لو مارون فرونسي كيجي زوين، الكاكي. الكاكي يتخدم ب شنو نقول لك الزيتون، لون الزيتون، لون الزيتون، الزيتون اللي باقي ما طيبش. المطاطنة ما كيجيش مع الكاكي؟ شويه لا غادي يجي شويه فلاش. لون الزيتون ولا لون التفاح، هذا الالوان الخضر اللي كيكون باقي تفاحه او الزيتون باقي ما نضجش شيء، فهمتيني مزيانه جميله. هذاك اللون كيتخلط مع الكاكي كيجي زوين. ممكن انها دير البلو بيترول، البلو بيترول تا هو كيجي مع السيده هنا، ذات البلو بيترول تخدمها طون سيغ طون كيجيها رائع. نعم. بصحة وراحة. مشكورة. شكرا لك. مشكورة بزاف. معنا وعلى النصائح اللي فتينا بها. بقى درنا جولة في المغربية كهودة. جولة أكيد دائما. فاس وجدة أكادير الرباط. هدية شادة الأسرة وهدية شادة أنها كتفتح المجال لكل المستمعين عبر ربوع المملكة المغربية باش أنهم يتواصلوا مع كل ضيف اللي كيكونوا حاضرين معنا على الأرقام 0522-36-10-36 ولا 36-05-36. مشكورة على الحضور، مشكورة على كل النصائح. نتلاقاو الأسبوع الماجي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كنتمنوا لها شهية طيبة. صحة وراحة. الله يبارك فيكم.